صامي. قبل شوي طلع واحد وقال كلام عن الخبز، وهذا أنا هذا الشخص نفسه من قبل واجهته إنه يطلع معاي وتهرب. العموم راح نشرح إن هل فعل الخبز اللي ذكره قال إنه ممكن يسبب سماكة للجلد ويسبب عسر هضم والأمور هذه كلها، هذا الكلام اللي هو طرحه صحيح؟ أول شبهة قالها قال إن اللاكتوز يسبب عسر هضم. يا أستاذ قوطي، اللاكتوز يسبب عسر هضم عندك أنت مو عندي أنا، مو كل واحد عنده عسر هضم. شنو هو اللاكتوز؟ المعادلات البسيطة يا جماعة الخير تنقسم إلى قسمين، أحادية وثنائية. الأحادية ثلاث أنواع: جلوكوز، فركتوز، جلكتوز. إذا تم دمج جلوكوز مع الجلكتوز يعطينا شنو؟ جلكتوز. جسم الإنسان يبقره إذا دش سكر ثنائي أو معقد ما يقدر يهضمه في الأمعاء الدقيقة إلا لما شنو؟ يحول جلوكوز يا ثور. كل أنواع الكارب بالنهاية الجسم يحولها إلى سكر بسيط. الحين نرد على الشبهة الثانية، هذا الخبز يسمك، هذا العيش لا والله ينشف، هذا ما أنت لازم تعرف يا أستاذ قوطي متى الجسم يدش داخل الخلية ومتى يدش برا الخلية. توزيع السوائل في الجسم، 40% من وزن الإنسان شنو؟ سولد، يعني صلب عظام وأعضاء. 60% شنو؟ سوائل. ثلثين السوائل وين يروحون طال عمرك؟ يروحون بالإنتراسيلولار فلويد، يعني شوف الخط الأسود، يدشون بالسيلز، تشو سيلز، هذيل العضلات. بعد ما يعبي العضلات وين الباج وين يروح؟ بالإكسترنال سيلولار فلويد. 75% يروحون بالإكسترنال هني، و 25% يروحون وين؟ بالبلازما بالدم. إذا تم تعبئة الإنتراسيلولار فلويد القشاء الداخلي ممتاز، يقوم وين يقط الباجي من الكارب؟ يوديهني. انت يا بقره كأنك قاعد تقول الخبز يروح هني، العيش يروح هني، السكر يروح هني، ما يصير. انت لازم تعبي هذا اول شيء، بعدها الزائد يروح في القشاء الخارجي. فهمت يا بقره؟ مو على طول الخبز يروح هني. لا، ردينا على كلام علمي، ولو ادري انك ما تملك العشر اني انا قاعد اقول الحين هذا. الحين برد شوي، ننزل الى مستواك العلمي. هل في لاعبين محترفين أولمبيا يأكلون خبز؟ ما أحب أقارن، بس أنا بنزل إلى مستواه العلمي شوية أساس أنه نوضح الناس. And I'm gonna get this cranberry because this is like a limited edition. So I always get like the limited edition stuff, guys. So the macros on these. 20 calories. No difference. What is it? Some people freak out about condiments or this or that. But if it's a condiment and you can consistently use it throughout your whole prep, then it's a boy melt sub and an oven roasted chicken. Always mix it up with a bunch of variety. A lot of calories in here. A bunch of protein. Might not be the best food you're gonna eat in a day, but hey, cheat meal. But a lot of flavor, tastes good. We got two and I don't think I'll fill five, so most of the time when you're نصيحة، الانستغرام منصة تعليمية مسكرة. انت اليوم عندك فاضي 10 دقائق ربع ساعة، لما تيجي تتصفح الانستغرام لازم تكون متابع ناس تعطيك افادة. هذيل الاشخاص ما راح يعطوك افادة، راح يعطوك فراح يرجعوننا خطوات الى وراء، فمو محتاجين احنا نتابعهم. انفولو بلوك كان الله غفور رحيم. انا مو يعني لا يوصل المرحله ان يستخف بعقلك. اذا انت مستخف بعقول العوام وهذه مسؤوليه عليك وعيب، لا تستخف بعقول الخواص. انا ماني غبي. منا زحمه ملك فهد، انا اتكلم في موضوع. طيب، حساسيه اللاكتوز نعم موجوده، وذلك بسبب عدم فلز إنزيم اللاكتيز المسؤول عن هضم اللاكتوز سكر الحليب. وهذا الأمر يتراوح من شخص لشخص. تلاقي واحد لو يفتحها بحري من اليوم بالليل عادي عنده حليب وهذا ما في للعافية. تلاقي واحد لا بإمكانه يدخل بس ولكن بشيء بسيط. تلاقي واحد بس لو مجرد ما يدخل يعني حليب 100 ملي
اخذ مشاكل في الهضم، عسر هضم، غولون، انتفاخات، اسهال، امور تحدث له. شنو السبب؟ خل اقول اللاكتوز هو ربط ما بين الجلوكوز والجلاكتوز، هناك باندنج بينهم يسمونه الفا باندنج. على العموم الموضوع، اذا انت عندك حساسيه شو تسوي؟ تمام، في فحوصات بس ما ابي ادخل يعني فيها وايد، في فحوصات تسويها براز، فحوصات بالدم، مضادات المناعه عندك والامور هذه كلها بامكانك عن طريق الجلد، في وايد تحاليل، وحتى هذه التحاليل ما تعطي 100% ان انت عندك حساسيه من اللاكتوز. في يسوي شيء يسمونه المنع، نقوم احنا نمنع منك هذه الشغلات تشوفك حتى تحسن او لا. على العموم عندنا حساسيه لاكتوز، شو نسوي؟ نقول ناخذ انزيم اسمه اللاكتيز، ينباع بصيدليات، تمام، تاكلها وكان الله غفور رحيم. انت عندك مشكله في الهضم باللاكتوز، عندك حساسيه، تقوم تخلي الناس كلها تمنع الخبز، ليش؟ انا شكو فيك، انت عندك حساسيه، انا ما عندي حساسيه،